ثلاث نصيحة. ثلاث نصيحة. امتى تعرف انك عندك جفاف في العين ولازم تستعمل مرطب للعين؟ مرطب العين بيحمي العين وبيحمي النظر وبيحمي عينيك كتير جدا، وخاصة برضو في الحر والشمس الشديدة. طب ايه بقى الاعراض اللي تعرفنا ان احنا محتاجين فعلا مرطب للعين؟ لو عندك جفاف وحاسس بألم في عينيك، لو مش مستحمل الضوء، لو مش قادر تفتح عينك في الضوء او ضوء الشمس، لو برضو حاسس ان في زي رملاية كده جوه عينيك، لو في افرازات غريبة بتظهر في عينيك، بس طبعا لو افرازات بإحدى محتاجة مضاد حيوي وده قصة تانية، انما افرازات سوائل بتنزل من عينك، لو في اي دخان او اي هواء مش قادر تستحمله، عندك حساسية منه، لو عندك برضو احمرار في العين مع اي مجهود، لو مش قادر او تحسس بألم في عينيك لما تيجي تقرأ او تركز في القراية شوية، او على الموبايل او على التلفزيون بتحس انك عينك مش مستريحة، مفيش راحة، حاسس انك عايز تهرش في عينيك بعد استعمال الموبايل او التركيز في الموبايل كتير. برضو كمان لو عندك ألم وانت تلبس العدسات اللاصقة برضو لازم مرطب للعين. لو في رؤية مزدوجة برضو استعمل مرطب للعين. لو برضو في كمان لو عينك وانت بتفتحها ما انتش قادر تفتحها على الاخر، عايز تغمض عينك كده، لو بتحس لما تصحى من النوم انك عينك لازقة في بعضها ملتصقة مش قادر تفتحها، برضو محتاج مرطب للعين. طبعا في الحالات الشديدة وتدهور البصر بقى والكلام ده لازم تلجأ للطبيب، انما في الحالات اللي احنا قلنا عليها دي تستعمل اي مرطب للعين زي حاجات كتير جدا في السوق المصري، بول فريش، هاي فريش، ترز جارد، اي حاجه مرطب للعين بتبقى مامونه، ما فيش فيها ولا كورتيزون ولا مضاد حساسيه ولا اي حاجه، مجرد انها حاجه بتحافظ على عينيك. حلو.